أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية أكد مواصلة العمل وفق النهج المرتكز على تهيئة وتوفير البنى التحتية التي تكفل تمتع المواطنين ببيئة آمنة وحياة صحية وتشجعهم في الوقت نفسه على ممارسة الرياضات المختلفة بوصفها أسلوب حياة. قال معاليه لدى افتتاح ممشى ساحل البسيتين تزامنا مع يوم البحرين الرياضي فرصة سانحة للتذكير بأهمية الرياضة والصحة وانعكاسهما الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمع، لا سيما وأن هذين القطاعين يحظيان بدعم قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأضاف معاليه إن قرار مجلس الوزراء الموقر بجعل هذا اليوم نصف يوم عمل لإفساح المجال أمام العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للمشاركة في الفعاليات المختلفة يكرس دور الرياضة كثقافة مجتمعية أصيلة، ويعكس التزام الحكومة بالاستمرار في تقديم مختلف الخدمات والبرامج الهادفة للارتقاء بصحة الإنسان على نحو يعزز أركان مسيرة التنمية الشاملة التي تتمتع بها المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة قد تفضل صباح اليوم بافتتاح ممشى ساحل البسيتي أحد المشاريع الاستراتيجية لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بحضور سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء وعدد من المسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة وأعضاء مجلس بلدي المحرق وجمع من أهالي المحرق والمدعوين. وبهذه المناسبة أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة عن تقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على اهتمام سموه المباشر بتطوير القطاعين الشبابي والرياضي وما تمخض عن ذلك من تحقيق المملكة خلال عام الذهب وما سيتحقق بإذن الله في الأعوام المقبلة من إنجازات شبابية ورياضية ملموسة، مشيدا معاليه كذلك بمتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للرؤى والتوجهات الاستراتيجية الرامية للارتقاء بهذين القطاعين الحيويين. أوضح معاليه لدى افتتاحه ممشى ساحل بستين حرص اللجنة الوزارية على متابعة تنفيذ التوجهات الملكية السامية التي تفضل بها جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب بشأن تكثيف المشاريع المحسنة الظروف والمناخية وتبريد الأجواء كالواجهات والمسطحات المائية وتنويع وتكثيف المساحات الزراعية. كما أثنى معاليه على جهود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني التي بذلتها لتنفيذ ممشى ساحل بستين لكونه المشروع الأول من نوعه من المشاريع الاستراتيجية لتنمية السواحل البحرية والذي يعمل على الطاقة المتجددة النظيفة ويشتمل على حوالي 80 جهازا لممارسة التمارين الرياضية والأنشطة البدنية ويضم العديد من المرافق الخدمية والترفيهية. من جانبه قال سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن الوزارة وبدعم من الحكومة الموقرة تولي اهتماما خاصا بملف تطوير السواحل ومرافقها في مختلف مناطق المملكة بحيث تكون مشتملة على جميع الخدمات والمتطلبات الترفيهية والعامة بما يلبي احتياجات القاطنين وذلك تنفيذا لبرنامج الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 وما تضمنه المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين. أوضح سعادته أن استكمال العمل في مشروع ممشى ساحل البسيتين يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وإذ حرصت الوزارة على تنفيذ المشروع حسب خطة العمل الموضوعة بالتنسيق مع مجلس بلدي المحرق، وقامت ضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي بتخصيص عدد من المواقع في مملكة البحرين بصورة عامة وفي محافظة المحرق بصورة خاصة كسواحل عامة. كما أعرب الوزير خلف عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء على ما تحظى به مشاريع وبرامج الوزارة من دعم معاليه، ومتابعة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية لهذا المشروع وغيره من المشاريع لتسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة. كشف سعادته أن الوزارة وإلى جانب افتتاح ممشى كل من البسيتين والمعامير وجلالي وسماهيج، فإنها ستنفذ مستقبلا ممشى في الزنج وآخر في مدينة زايد. بمناسبة اليوم الرياضي اللي صادف هذا اليوم يوم 11 فبراير، تم برعاية كريمة من قبل صاحب المعالي نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة افتتاح هذه المرحلة، مرحلة ممشى البسيتين الواجهة البحرية. هذا الممشى هذا بطول 2 كيلومتر ويحتوي على عدد من المرافق التي يحتاجها رواد الممشى من الألعاب الرياضية وأيضا روعي في تصميمه، وجود التشجير ومناطق الترفيه لرواد الممشى وأيضا إلى العوائل، روعي أيضا في استخدام الطاقة الشمسية لإضاءة الممشى وأيضا للمرافق التي ستكون موجودة في هذا الممشى. هذا الممشى حقيقة واحد من أهم المماشي في محافظة المحرق ويقع في الجهة الغربية للمحافظة. هذا الممشى حقيقة يتميز بالواجهة البحرية، أضف إلى ذلك طول الممشى 1.9 كيلومتر وعرضه 10 متر. يأتي هذا كله ضمن استراتيجية الحكومة الموقرة لتوفير المماشي والسواحل المهيئة للمواطنين والمقيمين والعائلات البحرينية. لا شك أن هذا الممشى يعتبر إضافة كبيرة حقيقة للمماشي الموجودة على مستوى مملكة البحرين. هذا يعتبر رابع ممشى اليوم يتم افتتاحه بعد ممشى المعامير وممشى جلالي وسماهيج.